السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. بصوا، عايزة اقول لكم، انا قلت لكم امبارح ان البطاية الصغننة هي اللي بتبيض، اللي هي هناك اللي طلعت على القفص دي، تمام؟ عايزه اقول لكم ان انا طلعت لقيتها قاعده ومحضنه على البيضه البلاستيك مع البيضه اللي هنا ديت. ف ايه رايكم نجرب ان احنا نخليها ترقد ان شاء الله على عدد بسيط حتى من البيض، نخرجها مع البط اللي بره ونعودها انها ترقد، ونخليها ترقد على عدد بسيط يعني على قد طاقتها. ايه رايكم؟ يعني انتوا عارفين يعني هي الرقد في البط ده غريزه، فايه رايكم؟ انا بقول كده يعني نجرب، ممكن مع الوقت ما شاء الله تاكل وتملى وجسمها يبقى كويس. هنعمل كده ان شاء الله. ماشي، يلا نكمل بقى الروتين بتاعنا وربنا ييسر لنا الامر ان شاء الله. تعالوا بقى كده، فرصه البطايه قامت علشان تاكل. نطمن على البيض. يعني هو انا لسه مش شايفه في حاجه نقره ولا حاجه، بس عايزه اقول لكم ان انا يعني اول ما بيكون عندي بطايه هتبدا تطلع بصراحه يعني ببقى قلقانه. تلاقوني كده رايحه جايه، ببقى عايزه اشوف اطمن، بخاف لا قدر الله حاجه تطلع وحاجه تسحبها من جنب امها. بس يعني انا لسه مش شايفه اي حاجه نقره ولا حاجه. البطايه دي اهي الحمد لله رقده اهي، مدفية بيضها كله ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنا البطاية دي برضو قامت ما شاء الله، قاموا علشان يفطروا. بصوا بقى حبايبي، يعني شوفوا البطاية اللي بتبقى بالشكل ده اللي هي تدفي البيت كله ده وتلمه تحتها كده وتحضن عليه، دي بتبقى بطاية يعني تعتمديها عندك، يعني دي ما تفرطيش فيها بقى. طبعا البطايه دي اول مره ترقد، بس انتوا عارفين البط عندي كله مسكوفي خليط وكله طالع من تحت الرقد، فلما بيبقى البط مسكوفي خليط طالع رقد ما شاء الله الاناتي بتاعته كلها بترقد. فنخليها بقى كده، هي شكلها متضايقه مني، فنسيبها رقده كده وتعالوا نكمل بقى الروتين بتاعنا. كده حبايبي احنا حطينا دواء الديدان، النهارده اليوم الثاني، احنا بنحطه لمده 3 ايام الصبح وبالليل، يبقى فاضل لنا النهارده ان شاء الله اخر النهار وبكره باذن الله هنحس بفرق بقى ان شاء الله، هنحس بفرق جامد. زي ما احنا كده شايفين ما شاء الله، يعني الاهالي بتاكل ولادها. عايزه اقول لكم الجزء اللي هو البني اللي جوه ده ما شاء الله باض وخلاص رقد على البيض بتاعه. هنا برضو اللي في الدور الارضي ده، علشان كده انا كنت جايبه الصفايح وكنت هحطها لكن تراجعت بصراحه، قلت ممكن يعني يسيبوا البيض بتاعهم ممكن ما يكملوش رقد، فخلينا كده لحد لما ان شاء الله يعني يقوموا من المره دي وبعد كده نبقى نظبط لهم الدنيا، او نظبط هنا الجزء ده، نظبط الجزء ده صفايح ونسيب الجزء اللي هم باضوا فيه. هنقفل بس على الحمام بتاعنا. بصوا انا ركبت السلك زي ما قلت لكم، فاكرين كانت الجزء ده مقطوع، هو انا ما شلتش القديم صراحه، يعني انا سبت القديم وحطيت ده عليه.
قلت يعني زيادة تأكيد. يلا نقفل بقى كويس ونكمل. طب نشوف الكتاكيت بتوعنا. ادي الكتاكيت بتاعتنا ما شاء الله كبروا. ناخد بالنا ما نقولش الجو بدا يحرر فنسيب لهم العشه مكشوفه، لا لازم نغطي العشه بتاعتنا وبرده نحافظ على الطوب اللي في الميه. يلا نكمل بقى الروتين بتاعنا. ادي ما شاء الله هنا بقى البط الكبير، يعني انا خرجته دلوقتي يتمشى على السطح اهو زي ما احنا شايفين كده. البطايه بدات تبيض هنا وغطينا السقف علشان برده الشمس. ان شاء الله بقى هيكملوا بيض هنا وبعد كده يبقوا يرقدوا هنا في نفس العشه ان شاء الله. طبعا يا حبايبي يعني ناخد بالنا من الحر جامد علشان الارانب يعني ما بتستحملش الحر. نحطلهم العلب بتاعهم، لو في عيش ناشف برضو يا ريت بيبقى كويس، بس برضو يعني مش كتير، يعني حاجه بسيطه. هما بيحبوا ياكلوا الكلفه فانا بحطها لهم شويه كده مع ال وقعنا في الارض ولا مش مشكله. طبعا زي ما اتفقنا الارانب دي كبيره يعني مش مشكله نحط الطوبه، بس انا بخاف الميه تتقلب زي ما احنا كده شايفين. يعني كل ما نطلع لطيورنا بدري كل ما ما شاء الله بنحط لهم العلفه بتاعتهم بدري، فما شاء الله بيبقى صحتهم كويسه. ادي ما شاء الله الارانب. عايز اقول لكم ان وجود الحاجه مع الام حوار تاني خالص، يعني بجد والله يا جماعه وجود الحاجه مع الام حوار تاني خالص فعلا، يعني قد ايه بيكونوا بصحه كويسه. انا عايز اقول لكم الارنب اللي هو لرجله اللي البطايه عضته فيها، يعني انا قلت خلاص هو هيموت، ما شاء الله لما امه خدته كده ويعني وقعدت تاخد بالها منه ما شاء الله لا قوة الا بالله اتحسن جدا. انا بس حاسه ان عينهم وجعاهم، ممكن يكون مثلا بالليل بيكون برد جامد، هحاول ان انا ان شاء الله اشوف لهم قطره او مرهم واحط لهم في عينهم، ممكن يكون مثلا الجو بالليل بيبرد فعينهم اتأثرت. وكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.